السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى كل شيء يكون احسن حال نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم في ريفيو جديد. الريفيو اليوم الاخوان غيكون على ايتيل A58 لايت. الاخوان ديجا عملتكم ريفيو على A58 عاديه، هذه A58 لايت. المهم هي جديده، وهاد الهواتف الاخوان هما مزيانين بزاف صراحه الله. يعني الناس اللي عندهم مثلا 800 درهم 85 الف فرانك حتى 900 درهم 950 درهم حتى 1000 درهم، ننصحكم هاد الهواتف هادو راه مزيونين وفيهم باتري مزيانه وفيهم الجيجا مزيانه، واخا كيتقالوا شي شويه ولكن على حساب. شريتي مثلا 16 جيجا راه عول عليه غيتقال وما يبقاش يخدم مزيان. المهم فهاد الريفيو الاخوان غتعرفوا على هاد اللي داخل هاد العلبه هادي. ما عليكم تخليونا واحد جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الحباب والصحاب وتابوناو معنا في القناه باش تكبر هاد القناه هادي، وانا معكم بالريفيو. شكرا للناس اللي كدعمنا، خليونا شي كومونتير واخا غير تخربيشه ولا قلوبه، خلي شي كومونتير في حقنا مزيون. تبارك الله عليكم الاخوان. الهاتف الاخوان غتعرفوا عليه اليوم، غتعرفوا على الاثمنة على الباتري على كل شيء ديالو. ما عليكم الا نبداو على بركه الله. الفتح الهوبه كما كتشوفوا معايا، شوفوا هاد الهاتف مزيون كيفاش عامل. هو صراحة الله هو والا 58 راه فحال 58 لايت و 58 راه غنخليكم الريفيو هنا تشوفوه. كما كتشوفوا الاخوان ها هو الهاتف ديالنا، صراحة مزيون الديزاين اللي فيه مزيونة كما كتشوفوا معايا. اول حاجة الاخوان شوفوا الهاتف صراحة مزيون الديزاين اللي فيه، شوف مزيونة الاخوان. والاثمنه ديال الهاتف 85 الف فرانك 850 درهم الاخوان، يعني مزيون بزاف راه انتما تعرفوا على الجيجات ديالو فهمتوا كيفاش. المهم كما كتشوفوا اول حاجه نبداو بالديزاين ديالو، كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا، ممكن تستعملوه الاولاد ممكن البنات ممكن. المهم كما كتشوفوا الظهر ديالو الاخوان كيجي حرش شويه باش ما كيجمعش الوسخ كما كتشوفوا معايا. الكاميرا تاع الاخوان ديالو فيه كاميرا كبيره وكاميرا صغيره والفلاش كما كتشوفوا معايا. هنا هاد الكاميرا ديالو جات على شكل مدور كما كتشوفوا، جا قرص ولكن ماشي دايره مزيان، جا طويل شويه. هنا كما كتشوفوا معايا البصمه اللور كما كتشوفوا. هنا هاد الكتابه ديال ايتيل كتجي في الظهر ديالو، كتجي واحد الكتابه ايتيل هنايا. كاينه الباف كما كتشوفوا، هنا تحت كما كتشوفوا معايا كاينه الميكرو ديال الهضره كما كتشوفوا، وكاينه بلاصه ديال الشحن ميكرو يو اس بي كما كتشوفوا. هنايا البوطونات ديالو جاوا على الشكل في الجنب كما كتشوفوا، في الجنب كما كتشوفوا معايا. هنا الاخوان كاينه الكاميرا ديال السيلفي كما كتشوفوا معايا. هنا كاينه واحد الباف مخبع ما كيبانش مزيان، ها هو فين هو في الحاشيه. هادشي اللي كاين الاخوان. دابا الاخوان غنشوفو نحلو الظهر ديالو ونشوفو كاين واحد الفران عنده هنايا، عقلوا عليه الناس اللي كتشري الهاتف اول مره، عنده واحد الفران هنايا الكراتي ديالو كيجيو من داخل الاخوان كما كتشوفوا معايا. هنايا غنحاولو نحلو الهاتف غير بشويش باش ما يوقعلوش شي تهراس ولا شي حاجه. كما كتشوفوا معايا الاخوان هنايا كاينه جوج كراتي، ها هما الاولى والثانيه، وهنا البلاصه ديال الكارت ميموار. شو وهذا الباتري ديالو كيجي فيكس كما كتشوفوا معايا، الباتري ديالو كيجي فيكس ماشي كيتحيد. احسن حاجه هو يجي فيكس ما يتحيدش، علاش؟ ملي كيكون كيتحيد فيه المشاكل كيمشي دغيا هيدا الا. المهم نرجعوا الظهر ديال الاخوان، نمشيو نشوفوا العلبه اشنو داخل فيها. كتشوفوا معايا الاخوان اول حاجه كتجيب بوشيطه ديالو كما كتشوفوا معايا، كتجي على هذا الشكل هذا، جربوهاكم ضروري حتى هي. كتجي بلاستيك كما تشوف معايا، كتجي على هذا الشكل هذا، يعني كطي منظر مزيون على حساب هاد الكولور اللي كاينه في التليفون، كتبين الكولور مزيون كما كتشوف معايا. نحيدوها. وهاد الهواتف الاخوان هذا باش مزيانه هي الباتري ديالهم مزيانه. المهم غتعرفوا دابا ان شاء الله بحول الله على اي حاجه في هاد الهاتف هذا. بالنسبه كتجي بوشيطه كما قلنا، وكاينه كما كتشوفوا معايا كاينه الكيت على شكل ايتيل كما كتشوفوا. فتحوا هذا الشيء شوفوا كما كتشوفوا معايا، ها انت الكيت ديال اوريجينال ديالو كتجي بحال هذا الشكل هذا. كاينه
الشارج ديالو ميكرو يو اس بي كما كتشوفوا اوريجينال حتى هو وفيه ايتيل. ها هي فين شو ها هي شو ما كيكونوش بزاف فيهم د لومبيراج هادو. المهم اوريجينال ديالو كاينه الكيس شوم لكن ديالو اخوان بعد ما جمعنا داكشي في العلبه غنشعلوا الهاتف ونتيستيو الكاميرات ديالو الاخوان. وقبل ما نشعلوا الهاتف ياك غنخليكم تتعرفوا على الجيجا ديال الهاتف. هنا يبان لكم الجيجا ديال الهاتف والباتري وش من معالج فيه. موديل الهاتف الاخوان ايتيل A58 لايت اندرويد 11 ميموار 32 جيجا الرام 2 جيجا كما كتشوفوا. وهنايا الاخوان الباتري فيها 4000 ملي امبير. المعالج ديال الهاتف الاخوان كاود كور 1.3 كما كتشوفوا الاخوان. والنسبة ليكرو ليكرو الاخوان 480.960 الشاشة ديالو الاخوان مزيانة الحجم ديالها كبير. وكما كتشوفوا هنا الكاميرات ديال اللور فيها 5 ميجا وديال سيلفي فيها 5 ميجا يعني الكاميرات بحال بحال فيه. من بعد ما شفتوا الجيجا ديالو لارام والمعالج ديالو كما كتشوفوا غنشعلوا الهاتف بسم الله. المهم كيجيو ما ماكسيفيهمش نوجهو مع الاخوان باش نكونوا متفاهمين ما كيجيوش ماكسيفيين ولكن غنحاولوا نوريو الناس كيفاش ياكسيفي الهاتف اللي يشريه اول مره. شوفوا الاخوان هو كيشعل كيشعل على هذا الشكل هذا حيث الاضاءه باش نحاولوا ما امكن يبان لكم الرؤيه. كما كتشوفوا الاخوان كيتعطل شويه باش يشعل تصبروا معاه قرب يشعل الاخوان كما كتشوفوا قال والو كيتعطل شويه ملي كيكون جديد ضروري خصك تصبر معاه تيشعل. المهم اللي بغى يشري هذا الهاتف مرحبا به الاخوان راه موجودين ومرحبا بكم الخوت وشكرا بزاف على الميساجات ديالكم. اي حاجه تسولوني عليها راه كنجاوب في التعليقات كما كتشوفوا. دوزوا على الانستغرام عايز لمياء فاميلي. المهم اول حاجه كتاكسيفي اللغه تاكسيفي اللغه هنايا كدوز هنايا كتعمل تصوير كونتيني هنايا هاد الطريقه هي اللي تقدر تدوز الهاتف نوجهو هنايا عاوتاني كالوري كما كتشوف معايا الهواتف الاخوان هاد ايتيل وانفينيكس والتيكنو شركه الاخوان مزيانه وكتعدل الهواتف يعني الدراويش الصراحه ممكن الدرويش يعني يعيش ويشري الهاتف يعني الى قد الحل. كما كتشوف معايا الاخوان نعملو هنايا هادي باش دوزوه دغيا بالزربه كما كتشوفوا راه ما كيكونش شاعل نوجهو نيشان. هذه هي الطريقه الصحيحه اللي دوزوه نوجهو فهمتوا كيفاش اللي ما كيشرحوهاش بزاف ديال الناس ولكن بزاف ديال الناس راه كيبيعوا الهاتف ما كياكسيفوهش مواليه كنحاولوا ما امكن نشرحو لديك الناس. هذه الطريقه هذه هي اللي ممكن تخرجوا نوجهو شوفوا معايا حيت الا ما فهمش الانسان يفتح تليفون بهذه الطريقه هذه راه يقدر حيت كيطلبكم اي حاجه كيطلبكم ميساجر كيطلبكم الكود الشاشه كيطلبكم الجيميل تقدروا تعملوا الجيميل تفورماتيوه يحل فيكم الجيميل عاوزاني حيت ملي كتكون تعمل الجيميل ما كتردش البال تعمل شي واحد بالغلط ملي تفورماطا ملي تعاون وجهك تبر عملت الكود ونسيتيه. هنايا الاخوان عاوتاني كتعملوا هذه ملي كتخسروا اي وحده من هادو كنوريكم بالاختصار باش ما يجيش الفيديو طويل. كما كتشوفوا الاخوان ها هو خرجنا نوجهو الهاتف دابا يخرج نوجهو نتيستيو الكاميرات ديالو الخوت. الحجم ديال الشاشه مزيون الاخوان وفيه 32 جوج في الرام راه مزيون يعني الناس الالعاب ما يلعبكمش الالعاب ولكن يعني ناحيه الخدمه راه خدامين مزيان. كما شو الاخوان هانت التحركات ديال الشاشه ديالو مزيان كما كتشوفوا هانت شو. والمعالج ديالو عاوتاني الاخوان كما شفتوا راه ماشي شي معالج ولكن يقضي مهم مزيان